بسم الله الرحمن الرحيم. انا دكتور احمد جويلي، استاذ في قسم علاج الاورام كليه الطب جامعه اسكندريه. يسعدني النهارده ان انا اتكلم عن موضوع جايز يكون يهم بعض الناس، اللي هو موضوع هل لو وجود في فاميلي هيستوري او لو في تاريخ وراثي للاصابه بسرطان الثدي، هل ده بيختلف عن الناس اللي ما عندهمش التاريخ الوراثي ده؟ في الحقيقه ان الدراسات اثبتت ان في زياده طفيفه مش كتير، بمعنى ان مش معنى كده ان يبقى في هلع او خوف من الناس اللي عندهم تاريخ وراثي، لا، لكن احنا بنعمل احتياطات ازيد سنه بسيطه. ايه هي الاحتياطات دي؟ الاحتياط دي ان احنا العيانين دول، او هم مش عيانين طبعا وان شاء الله ما يبقاش عيانين، الناس دول بيحاولوا يبتدوا اللي هو التشيك اب او الكشف الدوري بدري شويه. يعني لو قلنا الناس اللي هم ما عندهمش تاريخ وراثي يبتدوا التشيك اب او الكشف الدوري من سن 45، لا، الناس دول بيبتدوا من 35 سنه. مش كده وبس، الناس دول بنحاول على قد ما نقدر بنوعيهم بالفحص الدوري اللي هو بيمثل لهم اهميه قصوى بالنسبه للاكتشاف المبكر، اللي هو بيمثل لهم شفاء تام بالنسبه للاورام. لو اكتشف المرض في مرحله بدري نسبه الشفاء تكاد تكون 100%، و100% دي نسبه عاليه قوي ما بنلاقيهاش في الامراض العاديه زي السكر والضغط، دول ما بيحصل لهم شفاء نهائي. الناس دول ممكن بنعمل لهم تحاليل معينه، التحاليل دي بتقول هل هيجي لهم بنسبه عاليه ولا مش هيجي لهم او بنسبه بسيطه. التحاليل دي اسمها تحاليل وراثيه، ودي متاحه وموجوده بالنسبه للعيانين اللي هو الناس اللي بعد الشهر ان شاء الله مش هيبقوا عيانين، اللي هم عندهم تاريخ وراثي لسرطان الثدي. شكرا جزيلا.